Du coup, le président français s'est mis au néerlandais. Votre Majesté, je serais bien incapable de faire tout mon discours dans votre langue. Op de avond van onze eerste dag in Nederland. On va zoomer sur lui. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة من على موقع طيليسات. إذا عندنا في العنوان كما نلاحظ إيمانويل ماكرون سون ديسكور أون إيرلاندي أو بيبا أنكومبريهونسيبل سولون أن تراديكتور. إيمانويل ماكرون إذا نتكلم عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سون ديسكور أون إيرلاندي إذا خطابه بالهولندية خطابه باللغة الهولندية أو بيبا الأراضي المنخفضة لا هولاند أو نتكلم عن بيبا. طبعا عندما نتكلم عن بيبا إذا نتكلم عن هولندا الأراضي الهولندية أنها تقع تقريبا تحت مستوى البحر كما نعرف إذا نسميها بيبا كما نقول الأراضي المنخفضة. سون ديسكور أون نيرلاندي إذا خطابه بالهولندية أو بيبا بهذا البلد أنكومبريهونسيبل إذا خطابه غير مفهوم. إذا نتكلم عن خطاب الرئيس الفرنسي هنا الذي ألقاه بهولندا إلى جانب الملك كما سنرى بأنه incomprehensible بأنه غير مفهوم. طبعا comprehensible يعني أنه مفهوم عكسه هو incomprehensible أنه غير مفهوم. إذا هذه الكلمة تأتي من le verbe comprendre comprendre يعني فعل فهمة. إذا نقول عن شيء بأنه comprehensible يعني أنه مفهوم. إيمانويل ماكرون سون ديسكور نيرلاندي إذا خطابه بالهولندية أو بيبا بهولندا انكومبريهونسيبل خطابه غير مفهوم سولون أن تراديكتور حسب مترجم. طبعا كما سنرى بأن الصحفيين استعانوا بمترجم فإذا بالمترجم نفسه لم يفهم الخطاب. إيمانويل ماكرون أتيل بارلي نيرلاندي أو بلج لوغ دو سون ديسكور أو بيبا أو كوتي دو روا. إذا طبعا تساؤل هنا إيمانويل ماكرون أتيل بارلي نيرلاندي أو بلج لوغ دو سون ديسكور أو بيبا أو كوتي دو روا. إيمانويل ماكرون أتيل بارلي نيرلاندي. إيمانويل ماكرون هل هو تحدث الهولندية أو بلج أو تحدث بالبلجيكية لوغ دو سون ديسكور لوغ دو سون ديسكور أثناء خطابه أو بيبا بالأراضي المنخفضة نقصد به هنا هولندا أو كوتي دو روا إلى جانب الملك بالقرب من الملك. إذا عندنا هنا سو ماردي 12 أفريل 2023 دون كوتيديا سور تي إم سي إذا طبعا في برنامج كما نقول اليومي أو اليومية سور تي إم سي سيت اون شين دو تيليفزيون. إذا نتكلم هنا عن قناة تلفزية. طبعا هناك برنامج يسمى كوتيديان كما نقول اليومي أو اليومية سور تي إم سي على هاد القناة يان بارتيز غوفوني. إذا هاد الصحفي غوفوني سور لا دوزيام جورني دو فيزيت إيمانويل ماكرون إلى اليوم الثاني لزيارة إيمانويل ماكرون أو بيبا لهولندا. إلى إتي أكويي إذن هو استقبل كما ذكرنا فيما سبق. طبعا لوفير أكويير يعني فعل استقبل. وعندما نتكلم عن استقبل فهذا الفعل كما نلاحظ كما نلمس فيه طبعا من حيث المعنى أنه في الأزمنة المركبة يصرف مع أفواغ. ولكن اللي عندنا هنا طبعا عندنا هذا الفعل مصرف مع إتخ دخلنا إتخنا. شنو عندنا هنا؟ هنا عندنا لا فوا باسيف إذا هنا عندنا المبني للمجهول كما نقول. إذا الفعل هنا أصبح مبنيا للمجهول هو استقبل يعني أنه هو استقبل. غادي نمشيو لهاد أ إتي هذا لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب إتخ. وبالتالي شنو غيكون عندنا هنا؟ غيكون عندنا لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب اكوييغ ولكن في لافوا باسيف في المبني المجهول. اذا كما ذكرنا فيما سبق من هنا تنعرفوا بان هذا راه لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب اكوييغ ولكن في لافوا باسيف باش ما يبقاش عندنا خلط.
il a été accueilli et il a été accueilli par le roi William Alexandre. Il a été accueilli le malik William Alexandre qui lui avait réservé un discours entièrement prononcé dans notre langue. إذن طبعا هو خصص له خطابا نتكلمون على الملك ملك هولندا خصص للرئيس الفرنسي كي لو افي ريزيرفي الذي خصص له طبعا عندنا هنا الى افي ريزيرفي كما نلاحظ بان لو فيرب ريزيرفي انه مصرف في لو بلوس كو بارفي طبعا كما تعرفوا بان لو بلوس كو بارفي انه هو زمن ماضي ولكن تيجي قبل واحد الزمن اخر في الماضي تيجي قبل واحد الفعل اخر حدث في الماضي طبعا هنا الملك طبعا هنا الملك كما سنفهم بانه خصص اولا في الماضي خصص للرئيس الفرنسي خطابا قبل ان يتحدث الرئيس الفرنسي ايضا في الماضي كما نقول اذا طبعا الفعل هنا سيصرف في لو بلوس كو بارفي الى اتي اكوي بار لو روا ويليام الكسندر qui lui avait réservé un discours entièrement prononcé dans notre langue. Et de nous khassas lahu khitaban, un discours entièrement prononcé. Comme on a dit, هو بشكل كامل نطق. طبعا نتكلم على الverbe prononcer, كما نتكلم عن نطق او تحدث. اذا طبعا هذا الخطاب انه القي dans notre langue. بلغتنا هو ألقي بشكل كامل بلغتنا هذا يعني ماذا؟ هذا يعني بأن ملك هولندا يتقن اللغة الفرنسية dans un français parfait إذا تكلم بفرنسية parfait يعني أنها كاملة parfait أنها كاملة أنها جيدة تكلم بلغة فرنسية جيدة متقنة إلى غير ذلك إذن كما سنلاحظ عندنا هذه العبارة كمقتطف من هذا الخطاب الذي ألقاه طبعا ملك هولندا مون إيبوز إي موا إذن زوجتي وأنا مون إيبوز إي موا ميم مون إيبوز إي موا ميم كما نقول زوجتي وأنا كما نقول ذاتيا أو شخصيا أتونديون كما نقول هنا نوز أتونديون طبعا نتكلم هنا على لوفير أتوندر تصرف في لامبارفي اذا نوز اتونديون نحن كنا ننتظر فوتر فيزيت زيارتكم افيك امباسيونس كما نقول بعدم صبر لاباسيونس الصبر لامباسيونس عدم صبر عدم صبر مقصود كنا نشتاق لهذه الزياره هذا المقصود اون فيزيت دو برانتو اذا نتكلم عن زياره كما نقول لفصل الربيع الوغ كو لي زاربغ أوفيرديس في حين أن الأشجار أو كما نقول في الوقت الذي تكون في الأشجار أوفيرديس أنها تخضر إذا نتكلم على لو فيرب أوفيرديغ أوفيرديغ ستادير غودوفونيغ فيغ أنه يصبح مرة ثانية أخضر غوتخوفي سافيغدوغ أنه يجد مرة أخرى خضرته إذا نقول مثلا لي زاربغ أوفيرديس أو برانتون كما رأينا قبل قليل الأشجار تخضر مرة ثانية أوبخانتو في فصل الربيع إذن هنا الملك الهولندي يقول لرئيس فرنسا بأننا نحن كنا ننتظر زيارتكم أفيكان باسيونس بعدم صبرين في فيزيت أوبخانتو إذا نتكلم عن زيارة ربيعية إن صح التعبير عندنا هنا زيارة ربيع زيارة ديال الربيع ألوغ كو لي زارب غوفيرتيس في الوقت الذي الأشجار تخضر أتيل نوتامون ديكلاري أتيل نوتامون ديكلاري إذن هو خاصة كما صرح هذه العبارة أتت ضمن هد الخطاب الذي ألقاه ملك هولندا بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إلى هولندا إيمانويل ماكرون لوي أ روندي لاباغاي mais seulement pour la première partie de son discours. إذن طبعا الرئيس الفرنسي يريد أن يعيد له الجميل إن صح التعبير. هو تكلم باللغة الفرنسية إذا الرئيس الفرنسي أيضا يريد أن يتحدث له باللغة الهولندية ولكن
فقط في النصف الأول من الخطاب، في الوقت الذي يعني ألقى فيه ملك هولندا خطابه كله بالفرنسية. إذن إيمانويل ماكرون لوي أغوندي، إذن كما نقول بأن الرئيس الفرنسي هنا أنه أعاد له لوي أغوندي. طبعا نتكلم هنا على الفيرب روندر كما نقول أرجع أو أعاد، لوي أغوندي أنه أعاد له لاباغاي كما نقول مثل، يعني أنه أرجع له المثل، مثل ما فعل له. ولكن فقط pour la première partie، للجزء الأول pour la première partie، ولكن فقط من أجل الجزء الأول، مقصود أنه تحدث فقط في النصف الأول من خطابه كما عندنا هنا. mais seulement ولكن فقط pour la première partie de son discours، فقط في الجزء الأول من خطابه. un effort qui n'a pas forcément été payant، إذا نتكلم عن un effort كما نتكلم عن مجهود qui n'a pas forcément été payant، والذي كما نقول لم يكن بالضرورة payant. payant كما نقول مؤدي له، طبعا نتكلم هنا على pay، إذا المقصود هنا هذا المجهود لم يكن ذا فائدة إن صح التعبير. إذن il suffit de regarder le monsieur du protocole derrière lui à droite. إذن il suffit، أنه كان يكفي، طبعا نتكلم هنا على الverb suffire فعل كفى. il suffit أنه كان يكفي de regarder le monsieur du protocole، كان يكفي النظر إلى السيد الخاص بالبروتوكول. إذن نتكلم مع دوك الأشخاص التي أدي واحد بروتوكول معين عند زيارة رئيس، ما عند زيارة رئيس أو ملك مثلا للبلد، إذن يكون هناك أشخاص يؤدون بروتوكول معين للاستقبال. il suffit de regarder le monsieur du protocole derrière lui à droite، كان يكفي النظر إلى شخص الذي يؤدي البروتوكول derrière lui à droite، يعني خلفه إلى اليمين. c'est amusé l'animateur de TMC، كما نقول هنا كما قال منشط قناة TMC، ولكن هنا عندناش كما قال، عندنا كما تسلى إن صح التعبير، أو كما ضحك، أو كما قال ضاحكا لانيماتور دو TMC، يعني المنشط الخاص بقناة TMC كما سنسمع بعد قليل. إذن هو قال كان يكفي النظر إلى هذا الشخص الذي يؤدي بروتوكول معين، طبعا هنا كان يؤدي بروتوكول عند زيارة الرئيس الفرنسي إلى هولندا، كان واقفا خلفه طبعا كما نلاحظ في الصورة هنا. إذن يكفي النظر إلى هذا الشخص حتى نعرف ماذا هناك. il suffit de regarder le monsieur du protocole derrière lui à droite s'est amusé l'animateur de TMC، كما كان يضحك منشط قناة TMC. en effet في الواقع l'un des hommes de la délégation royale en effet l'un des hommes de la délégation royale n'a pas pu cacher son envie croissante de rire au fur et à mesure que le président de la République prononçait son discours. تكلم على délégation كما نقول أمر أو تفويض، إذا نتكلم عن délégation، أو أيضا بعثة أو إرسالية، إذا نسميها délégation. إذا طبعا نتكلم عن أشخاص كانوا يجلسون مع الملك طبعا. en effet لا ديزون دو لا ديليغاسيون، إذا نتكلم عن واحد من الرجال دو لا ديليغاسيون، يعني خاص بالبيعت إن صح التعبير الملكية. إذا لا ديزون دو لا ديليغاسيون رويال كما نقول واحد من رجال البيعت الملكية. نا با بي، إذا هو لم يستطع. نا با بي، طبعا هنا عندنا لو فيرب بوفوار نا با بي، إذا هو لم يستطع كاشي سون في كروسونت، إذا هو لم يستطع إخفاء ما بابي كاشي، إذا هو لم يستطع إخفاء سون في كروسونت كما نقول حاجته المتزايدة بغير للضحك. إذا هذا الرجل الذي كان ضمن البعثة الملكية هو لم يستطع إخفاء حاجته للضحك، يعني أنه كان يحتاج للضحك. أو فيغ يا ميزور كما نقول مع استمرار، أو فيغ يا ميزور que le président de la République
prononcer son discours. كان في حاجة متزايدة إلى الضحك au fur et à mesure que le président de la République, كلما كان الرئيس الجمهورية طبعا نتكلم عن الجمهورية الفرنسية prononcer son discours. كلما كان يلقي خطابه كلما كان يلقي خطابه إذن كلما زاد الرئيس الفرنسي في إلقاء خطابه كلما كان هذا الرجل يريد أن يضحك كلما كان عنده ضغط متزايد للضحك إنسان كبير ألوغ في حين أون أتخوفي سا نحن وجدنا هذا أن بو ميشون كما نقول بأننا وجدنا هذا سيئا car on aimerait bien l'entendre parler français. طبعا كنا نحب أن نسمعه بشكل جيد parler français. يتكلم فرنسية. Alors, on a trouvé ça un peu méchant car on aimerait bien l'entendre parler français, le monsieur. طبعا كنا نحب أن نسمعه بشكل جيد يتكلم الفرنسية هذا السيد. Mais en fait, ولكن في الواقع, tous les Néerlandais ont dû se marrer. Mais en fait, ولكن في الواقع, tous les Néerlandais كل الهولنديين ont dû se marrer. كان عليهم أن يمتنوا من الضحك أن يتقلبوا من الضحك إن صح التعبير أغياجي يان بارتيز كما قال يان بارتيز سو ديرني أكسبليكي كو كوتيديان أفي في أبيل أن تخاديكتور بروفيسيونيل نيرلاندي سو ديرني هذا الأخير أكسبليكي كو كوتيديان إذن هو شرح بأن كوتيديان بأن هذا البرنامج أفي في أبيل أنه قام بالمنادات أن تخاديكتور بروفيسيونيل نيرلاندي فرنسي إذن هو قام بالمنادات على مترجم بروفيسيونيل نتكلم هنا عن مترجم مهني نيرلاندي فرنسي يتحدث الهولندية ويتحدث اللغة الفرنسية إذن يجمع بين اللغتين pour traduire le discours néerlandais d'Emmanuel Macron pour traduire le discours néerlandais d'Emmanuel Macron إذن لترجمة الخطاب الهولندي للرئيس الفرنسي طبعا La réponse par mail, الإجابة عبر البريد الإلكتروني التكلير إذا الإجابة كانت واضحة سي انكومبريونسيبل إنه غير مفهوم سي انكومبريونسيبل إنه غير مفهوم مي جي تروفي أن كوليغ ولكنني وجدت صديقا بلج من بلجيكا كما أدي الذي ساعدني مي جي تروفي أن كوليغ بلج ولكنني وجدت صديقا أو زميلا من بلجيكا زميل بلجيكي كما أدي الذي ساعدني La traduction complète est jointe au mail La traduction complète est jointe au mail الترجمة الكاملة كانت مرفقة مع الرسالة الإلكترونية et Emmanuel Macron والرئيس الفرنسي يغمرسي son homologue شكر فيه نظيره pour son accueil يعني لاستقباله et son discours français ثم خطابه بالفرنسية إذن بصعوبة تم ترجمة هذا الخطاب طبعا كما قال هذا الزميل البلجيكي عموما هذا الخطاب كان يدور حول شكر الرئيس الفرنسي طبعا لناظره الهولندي بوسوناكي استقباله ثم شكره على أمر آخر إيسون ديسكور فرنسي على خطابه الفرنسي شكره على خطابه الفرنسي مي فيزيبلوم نصف شيئا نقول عنه visible يعني أنه مرئي طبعا نتكلم عن الverb voir هذه تأتي من الverb voir فعل رأى invisible غير مرئي mais visible ولكن بشكل مرئي avec un accent belge إذا نتكلم عن خطاب ولكن بلكنة بلجيكية un vocabulaire belge un vocabulaire belge أو بمصطلحات بلجيكية حتى بلكنة بلجيكية أو بمصطلحات بلجيكية حتى كي totalement perturbé son auditoire والتي كما نقول قلبت مستمعيه إذن هذه اللكنة البلجيكية أو حتى هذه المصطلحات البلجيكية التي ألقاها الرئيس الفرنسي على أنها هولندية إذن هذا قلب المستمع وجعله لا يفهم هذا الخطاب إذن كما نلاحظ هنا le président français a tenté quelques phrases en néerlandais رئيس فرنسا طبعا حاول بعض الجمل باللغة الهولندية mais le visage de l'homme derrière lui nous a interpellé ولكن وجه الرجل الذي يوجد خلفه nous a interpellé
نحن أترانا. Nous a interpellé أنه أترانا كما نقول. Mon épouse et moi-même attendions votre visite avec impatience. Une visite de printemps, alors que les arbres reverdissent. Du coup, le président français s'est mis au néerlandais. Votre Majesté, je serais bien incapable de faire tout mon discours dans votre langue. Op de avond van onze eerste dag in Nederland. Alors, pour savoir comment il parle néerlandais, il suffit de regarder le monsieur du protocole derrière en haut à droite. On va zoomer sur lui. إذن يقول المدير هنا ولكن حتى نعرف كيف يتكلم الهولندية علينا أن ننظر إلى الرجل الذي يوجد خلفه. Alors pour savoir comment il parle néerlandais, il suffit de regarder le monsieur du protocole derrière en haut à droite. Mais pour savoir comment il parle néerlandais, ولكن حتى نعرف كيف يتكلم اللغة الهولندية. Alors pour savoir comment il parle néerlandais, il suffit de regarder le monsieur du protocole derrière en haut à droite. علينا أن ننظر إلى الرجل الذي يوجد خلفه إلى اليمين. On va zoomer sur lui. 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 يعني أننا سنركز عليه حتى نعرف كيف يتحدث الرئيس الفرنسي هاد الهولندية. Alors on a trouvé ça un peu méchant car on aimerait bien l'entendre parler français le monsieur, mais en fait tous les néerlandais ont dû se marrer car je vais vous lire ce que nous a envoyé notre traducteur professionnel néerlandais-français quand on lui a envoyé la séquence pour qu'il nous la traduise. C'est véridique, voici son message. Discours Macron, c'est incompréhensible mais j'ai trouvé un collègue belge qui m'a aidé. Stéphane, welcome. Je vous rassure, je vais arrêter là. Une fois. هم أرسلوا لهذا الصحفي لكي يترجم لهم هذا الخطاب، هو قال لهم لو ديسكو انكومبريونسيبل، يعني أن الخطاب غير مفهوم، خطاب الرئيس الفرنسي أنه غير مفهوم، لكنني وجدت زميلا بلجيكيا الذي ساعدني في هذه الترجمة. إذا هذا فيما يخص هذا الموضوع، نلتقي إن شاء الله في فقرة قادمة مع موضوع آخر، حياكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله.